السلام عليكم سادتي، اليوم أتيت لكم بأفضل فران رائع وجميل. هذا الفران ليس الأفضل على الإطلاق، ولكن هناك عيوب وهناك مميزات، ولكن يبقى من أفضل الفرانات الموجودة في السوق حاليا حسب خبرتي المتواضعة في هذا المجال. إذن كما تشاهدون، هذا الفران من شركة إتيمات، يعني شركة تركية. كما يعرف الجميع أن إتيمات مشهورة حاليا في الأسواق العربية ومتداولة في هذا المجال. إذن هذا هو الفران. كما تشاهدون هناك العديد من المميزات في هذا الفران، يعني يوجد فيه دوبل كلاس وتيربو فان وستين لتر والمروحية والإضاءة والعديد من المميزات. إذن كما تشاهدون هذا الفران سأشرحه الآن بكل التفصيل. دعنا الآن نفتح العلبة. إذن هذا هو فرن الكهربائي. إذن سنقوم بتوضيح بعض الأمور بالنسبة للطاقة أو الكهرباء. يستهلك 1837 واط. أما بالنسبة للفولتات يستعمل 230 فولت و 50 هيرز. أما بالنسبة للوزن هو 19 كيلوغرام. العدد أو الكواليتي رقم 1. إذن الآن سنمر إلى فتح هذا الفرن وسنجربه لنعرف كيف يعمل هذا الفرن. إذن بالنسبة لهذا الفرن يوجد داخله هذا الكتاب كما تشاهدون، كتاب يشرح بعض الأمور. الآن سأشرحه لكم أنا شخصيا. إذن توجد هذه علب وسنقوم بإزالة هذا الغطاء. إذن كما تشاهدون هذا هو الفرن. إذن سنشرح بعض الخصائص. لدينا هذا الزر كما تشاهدون، يعني هذا الزر مختص في التوقيت. إذا كنت تريد استعمال التوقيت حسب الوقت يمكنك استعماله بهذا الشكل، حسب 10 دقائق أو 20 أو 30 دقيقة أو 40 دقيقة حسب ما تريد أنت بهذا الشكل. ولكن يمكنك استعمال شخص خاصية جديدة هي خاصية التوقيت التلقائي. ما معنى التوقيت التلقائي؟ يمكنك مثلا تغيير هذا الزر إلى هذا بهذا الشكل كما تشاهد. إذن ما معنى هذه الخاصية؟ هذه الخاصية يمكنك توقيفها حسب ما تريد أنت بدون توقيت، حسب ما تريد أنت. لدينا الزر الثاني وزر الحرارة كما تشاهدون هنا، 50 درجة، 100 150، الكثير لا يستعمل هذا 50 و 150. العديد من الناس يستعملون 200 درجة، 250، 300 درجة. إذا من الأفضل 250 درجة. إذا كنت تريد استعمال 100 يمكنك تغييرها بهذا الشكل. الزر الثالث وهو زر الطبقات. مثلا أريد إدرام النار بين الطبقتين، يعني هناك كما تشاهدون هناك طبقة في الأعلى وهناك طبقة في الأسفل. إذا كنت تريد استعمال طبقتين يمكنك المرور إلى هذا الزر. إذا كنت تريد استعمال مثلا الحرارة فما فوق، يعني الحرارة في الأعلى فقط، يمكنك تغييرها إلى هذا الزر بهذه الطريقة بهذا الشكل. إذا كنت تريد الحرارة من الأسفل
إلى هنا بهذا الشكل. هناك بعد الأزرار، يعني زر الإضاءة وزر التيربو، يعني هذه الخاصية جديدة. إذن التيربو فورن، ما معنى هذا التيربو؟ يعني عندما تدرم النار يمكنك استعمال الفرفارة، يعني الحرارة تتجه في جميع الاتجاهات. إذن سنجرب الآن ونقوم باستخدام هذا الفرن. إذن سنقوم الآن باستخدام هذا الفرن، سنقوم بتركيب الكهرباء كما تشاهدون. هناك الكهرباء كما تشاهدون. إذن بالنسبة للكهرباء لا تخافوا، لأن لا يمكن أن يؤذيك الكهرباء بشكل نهائي. إذن سنقوم الآن بتجريبها بهذه الطريقة. إذن دعنا. إذن كما تشاهدون الفرن، سنقوم ب الفرن يعمل. إذن هناك طبقتين كما تشاهدون تشغيل الإضاءة. إذن كما تشاهدون، ما معنى هذه؟ يعني الإضاءة كما تشاهدون بهذه الطريقة. وعندما نقوم بالضغط على أوكي، إذن هناك الكثير من الأشخاص يخافون على أولادهم. إذن لا يوجد كهرباء بشكل نهائي كما تشاهدون بهذه الطريقة. ولا هنا أصلا، ولكن يجب أن تخاف فقط من القطبان اللي في الأعلى، ليس من الكهرباء ولكن إنما من الحرارة. عندما تزداد الحرارة يصبح جد قوي، ولكن لا تخاف من الكهرباء. هناك لا يوجد كهرباء في الأعلى، فقط يجب أن تخاف من الحرارة فقط، وفي الأسفل لا يوجد هناك أي كهرباء. إذن الآن يعمل كما تشاهدون، وهناك الحرارة ارتفعت نوعا ما كما تشاهدون. هناك ثلاث طبقات، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، والطبقة الثالثة. مثلا سنقوم إذن كما تشاهدون الزجاج يحتوي على طبقتين، الطبقة الأولى والطبقة الثانية، ولكن من نوع زجاج كما تشاهدون. لا تخاف من الأطفال، يمكنك تجنب الحرارة فقط، إنما الحفاظ من الكهرباء جد آمن. كما تشاهدون هناك طبقتين. إذن أما بالنسبة للليتر فهو يحتوي على 60 لتر. أما بالنسبة سنقوم بتجربة هذه الخاصية، وهي التيربوفان كما تشاهدون. تصبح النار في كل الاتجاهات. إذن كان هذا هو الفرن. بعد قليل سنتكلم عن الثمن. أما بالنسبة الذين يسألون عن الثمن، فهو الثمن جد مناسب. أما في المغرب يوجد بثمن 900 درهم، يعني 18000 ريال. أما المتداول في الوطن العربي وحسب الدولار الأمريكي 90 دولار أمريكي، إذن يصل إلى 100 دولار، وفي المغرب يصل إلى 20000 ريال. يعني كان هذا هو الثمن، ولكن أنا اشتريته
ب 900 درهم 18000 ريال. اذا دمتم في حفظ الله واتمنى ان ينال اعجابكم. الى اللقاء وفي فيديو اخر.